إلا أنها لم تبقى حكرا عليهم فقط، فالجميع بات يمارسها حتى أصبح ينظم لها بطولات عالمية. العلماء الشعراء الأولياء الصالحين وطالبي المعرفة. التظاهرة مبادرة من بين الكثير من المبادرات التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على تنظيمها يطبع دوما المهام الشرطي. بطولة هذه السنة ستعرف مشاركة 104 متنافس من قوات الشرطة من مختلف الرطب، 60 بخور القيادة العليا للأمن الوطني لتعميم المنافسات الرياضية في صفوفها تأدية مهامهم على أحسن وأكمل وجه. هذا الاهتمام والدعم المتميزين ساهم بقدر كبير في تحقيق العديد من الإنجازات وإحراز الألقاب في العديد من التخصصات والميادين، ومن خلاله كل من ساهم في إنجاحها وتحسين مستواهم في هذا التخصص الذي من أحد منكم في الأعصاب، وتعويد أنفسهم الصبر والتروي والتدريب على التحدي والمثابرة النبيلة. كما أتمنى لكم المزيد من تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. رفقة السيد الوالي التفضل لتفتش الدفعات. انتبه استعد. كما أدعو من هذا المنبر الرياضي كل الرياضيين الحاضرين هنا للتحلي بالروح الرياضية والمنافسة من الجهة. ختاما أعلن رسميا بتوكيد المدير العام للأمن الوطني وتحت رعايته السامية عن افتتاح فعالية البطولة الوطنية لسكر نقل المصالح الشرطة في موسم الرياضي 2018 2019.